هل يجوز بأن تقول المرأة الأذكار وقت عملها في البيت حيث لا يتسع الوقت البقاء على السجادة؟ الحمد لله على كل حال، جزاها الله خير، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نعم. فعلى كل حال فلا بأس أن تذكر أذكارها وهي قائمة وهي قاعدة وهي مستلقية، مستلقية يعني ما نقول نائمة، لأنها إذا نامت، وعلى كل حال يعني إذا نامت النوم المستغرق الذي يفقدها ذاكرتها وعقلها وكذا، هذا ما عاد، لكن ما نقول إذا كانت مستلقية فلها ذلك، لكن الأفضل أن تكون في مصلاها.